في الضالع تجددت المواجهات أيضا بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة عيس بمريس شمال المحافظة. هذا وكانت امرأة مسنة قد استشهدت وأصيبت أخرى جراء قصف الميليشيا قرية حجلان القريبة من منطقة عيس. حول آخر التطورات في هذا الشأن معنا عبر الهاتف مراسلنا من الضالع عبد العزيز الليث، أهلا بك. بداية حدثنا عن آخر التطورات العسكرية هناك. نعم عبد العزيز، يعني إذا كنت تسمعني حدثني عن آخر التطورات والمستجدات في جبهة مريس. نعم، تجددت المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والنفط الصالح في محافظة الضالع، تحديدا في جبهة مريس شمال المحافظة. تركزت هذه المواجهات في منطقة يعيز بمريس. كانت هناك اشتباكات بالأسلحة المتوسطة وكذلك الأسلحة الخفيفة. أيضا استشهدت امرأة في قصف عشوائي لميليشيا الحوثي والصالح من مواقع في جبل ناصع على قرية حجلان. هذا القصف كان بالطريق عشوائي أكثر من قرية أو منطقة سكنية. كانت الضحية هناك استشهاد امرأة وكذلك إصابة أخرى، أيضا تضررت العديد من هؤلاء المواطنين. نعم، ماذا بشأن القصف العشوائي على القرى السكنية هناك؟ القصف العشوائي هو لم يتوقف، غير أنه تجدد فجر أو صباح يوم أمس يوم العيد واشتد على الأحياء السكنية. تحولت الفرحة في بعض الأحياء أو في بعض المناطق، أي كانت الفرحة ناقصة، تحولت إلى حزن وإلى أسجل هذا القصف الذي يعني استهدف أماكن سكنية يتواجد فيها الأطفال، يتواجد فيها النساء خصوصا في هذا الصباح، والجميع يعلم أنه صباح زيارات عيدية. نعم، كما سمعنا بأن هناك زيارات قام بها قيادات في الجيش الوطني، هناك زيارات ميدانية، أطلعنا على طبيعة هذه الزيارات. نعم، الزيارات الميدانية للقادة العسكريين كانت في جبهتين الشمالية والغربية. كما قلنا الشباب من الصباح الباكر كانت متواجدة في جبهة حمص، حيث رافقنا زيارة قائد اللواء 30 المدرع العميد عبد الكريم الصيادي ورئيس عمليات اللواء مسعد الحائر. هذه الزيارة كانت لجميع القطاعات دون استثناء، كانت أيضا لنقاط الجيش خصوصا النقاط التي تتواجد. نعم، مراسلنا عبد العزيز الليث، هناك مشكلة في الصوت. على كل حال كنت معنا من الضالع، شكرا جزيلا لك.